السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله. هنتمرن امتى بقى في رمضان؟ هنتمرن قبل ولا بعد الفطار؟ طيب، تمريناتنا في الغالب بتبقى حاجة من اتنين، اما ان احنا عايزين نزود عضلات ودي بتبقى شدة عالية لان احنا بنحتاج نشيل اوزان تقيلة، او ان احنا عايزين نحرق دهون ودي بتبقى شدة منخفضة وبنعمل فيها كارديو، التمرينات بتاعت المشي، العجلة، التمرينات الخفيفة دي مدة طويلة بشدة قليلة. طيب التمرينات بتاعت حرق الدهون اللي هي الكارديو ممكن نعملها قبل الفطار، مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه ده المصدر الأساسي بتاع إنتاج الطاقة، فيها بيبقى الدهون بتحتاج معاها شوية جلوكوز فبيبقى موجودين في الجسم، إلا إذا كان مجهودك خلال اليوم الطبيعي بتاعك عالي، يعني مثلا حد شغلته صعبة فيها حركة كتير ده يبقى حرق جلوكوز كتير قوي في اليوم، فنفضل انك ما تتمرنش خالص في خلال الصيام، خلي تمرينك كله بعد الفطار، الا لو كان يومك عادي طبيعي الانشطه فيه خفيفه ممكن تعمل الكارديو بتاعك قبل الفطار، مش الصبح بدري، خليه قبل الفطار افضل علشان تخلصه وتفطر على طول فتعوض الجسم من الميه والاملاح المعدنيه والفيتامينات والعناصر الغذائيه اللي فقدتها او حرقتها وقت التمرين. اما لو تمرينك علشان تزود عضلات فده معناه ان انت هتشيل اوزان تقيله، وده معناه ان المصدر الاساسي لانتاج الطاقه في طريقه التمرين دي هو الجلوكوز، والجلوكوز في جسمك بيتحرق كتير قوي منه خلال اليوم، فتيجي وانت محتاج منه كميه كبيره في تمرين الاوزان ده. فلو اتمرنت في خلال في وقت الصيام اوزان تقيله محتاجه طاقه كبيره من الجلوكوز، الجلوكوز هيقرب يخلص فجسمك يبدا ياخد الطاقه بتاعته من العضلات، فانت بتكسر اكتر ما بتبني. الافضل تخلي التمرينات اللي فيها شده عاليه بعد الفطار علشان يكون في كربوهيدرات وفي ميه، في كل النيوترينتس اللي انت او عناصر الغذائيه اللي انت محتاجها وقت التمرين. انتظروا ان شاء الله فيديو قريب عن الاكل في رمضان، ده فيديو كان على التدريب في رمضان، يا ريت يكون فاتكم، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لنا هنرد عليه. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.